8 مساء بتوقيت القدس الشريف. هذه نشرة أخبارية مفصلة وفي عناوينها: اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يفشل في التوافق على بيان بشأن أوكرانيا، ولقاء سريع بين بلينكن ولافروف للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية. بوتين يصف هجوم بريانسك بالإرهابي، والأمن الروسي يعلن العثور على مواد متفجرة في المقاطعة بعد تسلل قوات أوكرانية. نؤكد على دعمنا ووقوفنا ومواساتنا للإخوة في سوريا. القيادي في حماس خليل الحية يؤكد من دمشق تضامن الفصائل والشعب الفلسطيني مع سوريا في كارثة الزلزال. ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلا، والسلطات تواصل البحث عن الضحايا. أهلا بكم. فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في العاصمة الهندية في التوافق على إصدار بيان مشترك. وزير الخارجية الهندي قال إن اجتماع مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي انتهى من دون إصدار أي بيان مشترك بسبب الخلافات بشأن النزاع في أوكرانيا. لقد كان اجتماعا مثاليا حول أغلب القضايا التي استوعبناها تماما. من الواضح أنه كان هناك بيان جماعي، لكن قضايا تتعلق بالنزاع في أوكرانيا كانت هناك اختلافات حولها. لذلك تمكنا في الجزء الأكبر من القضايا من الحصول على وثيقة ختامية من دون وجود ملخص للرئيس بسبب خلافات بشأن قضية أوكرانيا التي لم نتمكن من التوفيق بين مختلف مواقف الأطراف منها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حمل الدول الغربية المسؤولية واتهمها بتحويل الاجتماع إلى مهزلة، واعتذر من الهند عن السلوك غير اللائق من بعض الوفود الغربية، وقال إن دولهم تعلق مسؤوليتها عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على شماعة الآخرين وفي المقام الأول روسيا. لسوء الحظ لم تتم المصادقة على الإعلان الصادر عن جميع الوزراء في مجموعة العشرين. كان زملاؤنا الغربيون يسعون إلى طرح قضية أوكرانيا بالأكاذيب. قلنا علنا إننا لا نرفض أبدا مقترحات جادة لقرار حل سياسي. مرة أخرى أقول، بينما تتم دعوتنا لإجراء محادثات، لا أتذكر في المقابل أن أحدا من الزملاء الغربيين حث أوكرانيا على ذلك. أوكرانيا يجري تشجيعها على استمرار الحرب. وفيما كان لقاء لافروف مع بلينكن عابرا، كان اجتماعه مطولا مع نظيره الصيني الجديد، حيث اتهم الوزيران الدول الغربية بالابتزاز والتهديدات لفرض وجهات نظرها. بيان لوزارة الخارجية الروسية قال إن الوزيرين رفضا محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى بغية فرض نهج أحادي الجانب من خلال الابتزاز والتهديد. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أنه طلب من نظيره الروسي إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وقال إنه دعا لافروف إلى تغيير بلاده موقفها واحترام معاهدة نيو ستارت. وزارة الخارجية الروسية أشارت إلى أن الوزيرين تحدثا بشكل عابر خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعا. وأوضحت الوزارة أن اللقاء جاء بناء على طلب الجانب الأمريكي. تتباطأ روسيا مرة أخرى في تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، ومع اقتراب انتهاء صلاحية مبادرة البحر الأسود رفضت روسيا الالتزام بتجديدها. الرسالة واضحة، وهي تمديد مبادرة الحبوب. دعوت روسيا إلى العودة إلى تنفيذ معاهدة ستارت التي تضع قيودا يمكن التحقق منها على الترسانات النووية للولايات المتحدة وروسيا. في موقف هندي لافت يشير إلى الابتعاد عن الاصطفافات الدولية، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الحوكمة العالمية فشلت في معالجة الأزمات المالية والصحية وانتشار الإرهاب وتداعيات الحروب. وفي كلمة مسجلة له خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، دعا مودي دول العالم إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل القضايا الخلافية.
نجتمع في وقت تكثر فيه الانقسامات العالمية، وكوننا وزراء خارجية من الطبيعي أن تتأثر مناقشاتكم بالتوترات الجيوسياسية السائدة اليوم. لدينا جميعا مواقفنا ووجهات نظرنا حول كيفية حل هذه التوترات. ينبغي ألا نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معا بأن تقف في طريق ما نستطيع حله. أعلن جهاز الأمن الروسي أنه عثر على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك الحدودية غربية روسيا. الأمن الروسي اتهم مجموعة من المخربين الأوكرانيين بزرعها بعد التسلل إلى المنطقة، وأكد أن الوضع في المقاطعة يخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية الروسية. وكان حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز أعلن أن ما أسماها مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك وأطلقت النيران على السيارات في المنطقة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ العاشرة من عمره. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الهجوم الذي وقع في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، ووجه تهديدات لمرتكبي الهجوم. ارتكبوا عملا إرهابيا آخر وجريمة أخرى، وتوغلوا في المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. عرفوا أنها سيارة مدنية يوجد بداخلها مدنيون وأطفال، أطلقوا النار عليهم. أنا متأكد أن المرتكبين لن يتذكروا جرائم اليوم، لكن مرة أخرى أكرر، لن ينجحوا وسنوقفهم. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 4 مسيرات أوكرانية ومقاتلتين ومروحية في مناطق متفرقة في ظل تقدم القوات الروسية على مختلف المحاور. وتحدثت الوزارة في إيجازها اليومي عن مقتل 640 عسكريا أوكرانيا على محاور لوغانسك، خاركيف، دونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون. وأشارت الوزارة إلى نجاح القوات الروسية في تسجيل تقدم في زاباروجيا وخيرسون وتدمير مستودعين للأسلحة وبطاريات دفاع جوي وبينها S-300. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف حذر من خطر بدء مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ردا على سؤال للميادين على هامش مشاركته في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف. قال ريابكوف إن هذا الخطر تسارع خلال الأسابيع والأشهر القليلة. نعم، نرى خطرا مرجحا في مواجهة شاملة مع الناتو. المسؤولون في الناتو مهووسون بفكرة إلحاق خسارة استراتيجية بروسيا، لأنهم بطريقة ما فقدوا الشعور بالخطر المترافق، لذا نحن نحذر من هذا المنطق. ريابكوف أكد أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استهداف خط أنابيب نورد ستريم 2. نعول على تحقيق دولي مستقل في هذا العمل الإرهابي. سمعنا المتحدث باسم الأمم المتحدة يقول أكثر من مرة أن المنظمة الدولية ليس لها سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات، وهذا أمر ملفت جدا في اختيار الحالات حين يمكنها امتلاك السلطة بناء على طلب من دول بعينها. ذكرت مجلة الفكر العسكري التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن موسكو تسعى إلى تطوير أسلحتها الاستراتيجية والنووية تحسبا لأي تصعيد أمريكي. وبحسب المجلة فإن روسيا تعمل على تطوير نوع جديد من العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة النووية للتصدي لأي عدوان أمريكي محتمل. تقرير المجلة خلص إلى أن واشنطن قلقة من فقدان هيمنتها على العالم، ولذلك أعدت على ما يبدو خططا لضرب روسيا لتحييدها. كما أشار إلى أن الخبراء الروس يعكفون بنشاط على تطوير شكل واعد من الاستخدام الاستراتيجي للقوات المسلحة الروسية. ولفتت إلى أن هذا يقتضي استخدام الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية. وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينيتو قال إن بلاده تتمسك بالحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية. وفي لقاء مع الميادين لفت إلى أن إرسال الأسلحة إلى كييف عقد الأمور أكثر.
نتمنى ونتمسك بالموقف الذي يعتقد بأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا يجب حله من خلال القنوات الدبلوماسية وليس باستخدام الأسلحة، ويؤسفنا أنه قد تم صب الزيت على النار كما نقول باللغة الإسبانية، وبدلا من السعي لعقد اجتماع وللدفع بحل دبلوماسي تم إرسال كميات أكبر من الأسلحة، وهذا بكل تأكيد يجعل الوضع أكثر تعقيدا. نسعى، وقد أطلق الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور مبادرة مثيرة للاهتمام تتمثل في البحث عن مجموعة من الأصدقاء من البلدان التي يمكن أن تقارب بين موقف روسيا وأوكرانيا، وقد شهدنا مؤخرا موقف الصين أيضا من حيث إطلاق اقتراح لتحقيق السلام. وبغض النظر عن تلك المواقف أو تفاصيلها، نحن مقتنعون بأن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا. مستمرون بتقديم هذه النشرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ماكرون يؤكد طي صفحة الماضي مع أفريقيا. جديد، مرحبا بكم. لليوم الرابع على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بلدة حوارة في مدينة نابلس. لقد نظم أهالي البلدة وقفة في محاولة لكسر الحصار فيما كانت جميع المحال التجارية مغلقة وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف تسبب بخسائر كبيرة وتعطل حياة السكان الفلسطينيين. يواصل الأسرى الفلسطينيون حراكهم لليوم السابع عشر على التوالي. وزارة الأسرى والمحررين في غزة أفادت بأن أسرى سجن النقب قرروا اليوم تعطيل الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام واستمرار ارتداء ملابس السجن. الوزارة أكدت أن إجراءات الأسرى تأتي بعد تعرضهم لحالة قمع وعقوبات جديدة منذ يومين، مشيرة إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود السجون. تتفاعل المواقف والفعاليات الرافضة لتصويت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كيف يقرأ الفلسطينيون في غزة هذا القانون؟ أحمد غانم. تنديد واسع بموافقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. مؤسسات الأسرى وصفت الخطوة بالخطيرة والعنصرية، مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط مدروس لتصفية الأسرى بعد الفشل الذريع الذي منيت به إسرائيل في إخضاعهم على مدار عقود داخل السجون. لم تكتفي إدارة السجون بإعدام الأسرى من خلال الإهمال الطبي أو العزل الانفرادي، بل أصبحت تحاول أن تشرعن عملية القتل، وهذا هو الخطر. كل ما تقوم به دولة الاحتلال باتجاه الأسرى هو دليل عاجز ليس أكثر. الخطوة التي تقوم بها في موضوع إعدام الأسرى وكذلك تضييق على حياتهم ومقترح قانون عدم العلاج للأسرى، جميعها خطوات يعني نقول بأنها في حالة ارتباك داخل الحكومة باتجاه موضوع الأسرى. الفصائل الفلسطينية اعتبرت تصويت الكنيسة على مشروع القانون محاولة مكشوفة لشرعنة القتل بصفته امتدادا لعمليات الإعدام الميداني وخطوة إجرامية تعكس توجهات الحكومة الفاشية الجديدة، مؤكدة أنها ستقود الأوضاع نحو الانفجار. المقاومة تؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القوانين التعسفية الإجرامية بحق أسرنا البواسل. الأسرى لن يكونوا لقمة سائغة لهذه السياسات في داخل السجون الإسرائيلية، والمقاومة خلف
الأسرى. إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى يعني أنه مصر على تفجير الأوضاع في كل المنطقة، المساس بالأسرى وحياتهم خط أحمر بالنسبة للمقاومة، أي تطبيق لهذا القانون يعني أن المقاومة سيكون لها موقف حاسم في هذا الإطار. إقرار قانون إعدام الأسرى يأتي فيما تواصل إسرائيل فرض مزيد من التضييق على الأسرى وسلب إنجازاتهم. تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى قد تنذر بتفجر الأوضاع داخل السجون التي يواصل الأسرى فيها خوض نضالهم لإسقاط الإجراءات العقابية بحقهم. أحمد غانم، غزة، الميادين. أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية التضامن الكامل مع سوريا في مواجهة كارثة الزلزال المدمر. وخلال اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، أكد الحية حق سوريا في تضافر الجهود الأقليمية والدولية أخلاقيا وإنسانيا من أجل إغاثة المناطق المتضررة، مشيرا إلى الدعم السياسي والمعنوي من الشعب الفلسطيني لسوريا في مواجهة تلك الكارثة. يعني احنا اليوم في قدمنا إلى سوريا، هذه ليست المرة الأولى، احنا حضرنا إلى سوريا مرات متعددة في زيارات قيادية، التقينا مع الإخوة السوريين لنؤكد على دعمنا وموقوفنا ومواساتنا للإخوة في سوريا ولشعبنا الفلسطيني الذي نكب من وراء الزلزال المدمر، في خطوة تضامنية مع شعبنا ومع الأشقاء في سوريا، وأيضا للقاء الفصائل الفلسطينية هنا لبحث سبل تطوير أدائنا ومقاومتنا في وجه المحتل. نحن سعداء أن تعود حماس لتنضم إلى إطار العمل الفلسطيني المشترك الذي يعني المنتظم في سوريا وفي لبنان وفي عموم المنطقة، فنحن شركاء في متابعة ما يجري في فلسطين في وجه الجرائم التي يقوم العدو ضد شعبنا، ومن الطبيعي أن نجتمع لنناقش كيف نواجه جرائم العدو، كيف نعمل على حماية شعبنا مع كل الفصائل، مع الإخوة الأعزاء في فتح باقي الفصائل. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن نحو 3,700,000 طفل في المناطق المتضررة في سوريا يواجهون أخطارا متزايدة قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمر. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل في بيان إن التأثير النفسي للزلازل على الأطفال والخطر المتزايد للأمراض المعدية على العائلات النازحة وعدم وصول العائلات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الأساسية تمثل خطرا لخلق كوارث مستمرة ومتفاقمة على الأطفال المتضررين. وأكدت ضرورة الإسراع في توفير الخدمات الأساسية لمساعدتهم على التعافي. وصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات سماح البرازيل لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ميناء ريو دو جانيرو بأنه تطور خطير ومؤسف. وفي تغريدة على تويتر طالب هيات البرازيل بإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء معتبرا أن الوقت لا يزال متاحا لذلك. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال إن الأعداء أرادوا وقف تقدم البلاد عبر العقوبات والتهديدات. وخلال افتتاحه المرحلة 14 من حقل فارس الجنوبي لاستخراج الغاز في محافظة بوشهر جنوب البلاد، قال رئيسي إن مخططات الأعداء فشلت في تقليص العلاقات التجارية بين إيران والدول الأجنبية عقب انضمامها إلى منظمة شانغهاي التي مهدت الطريق أمامها للوصول إلى جميع الأسواق الآسيوية. هذه المصفات التي تفتتح اليوم ستزيد من طاقة إنتاج الغاز في البلاد بمقدار 50 مليون متر مكعب يوميا، وستكون مصدرا لتأمين العملات الأجنبية. الشركات الأجنبية التي كانت مسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع غادرت إيران عقب العقوبات. يجب أن نستخدم الحقول المشتركة في الخليج ونبدأ باستخراج الطاقة منها وفقا لحصتنا، وإلا ستستخدمها الدول الأخرى. استشهد يمني وأصيب آخران بنيران الجيش السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة شمال اليمن. وأفادت مصادر يمنية في صعدة بأن شهيدا وجريحا تم نقلهما إلى مستشفى رازح الريفي بعدما استهدفهما الجيش السعودي في مديرية شدا، فيما نقل إلى مستشفى الطلح العام مصاب آخر. وصف الأطباء حالته بالحرجة من جراء إصابته بنيران الجيش في مديرية منبه الحدودية.
أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا، وقال في تصريحات أثناء لقائه الجالية الفرنسية في عاصمة الغابون إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة إلى سياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية. دعونا لا نختبئ من تاريخنا المشترك، تاريخ أفريقيا الفرنسية. انتهت تلك الحقبة، لكنني أشعر أحيانا أن العقليات لا تتطور بالوتيرة نفسها التي نتطور بها، ولا سيما عندما أقرأ وأسمع وأرى أن الناس لا يزالون ينسبون إلى فرنسا نوايا لم تعد موجودة. لقد قررت استراتيجية جديدة لجميع قواعدنا العسكرية في أفريقيا، وطلبت من وزير الدفاع ورئيس أركان الدفاع العمل مع نظرائهما لتكييف ترتيباتنا العسكرية. في هذه الحالة ليس الأمر انسحابا ولا فك ارتباط، إنما مسألة تكييف نظام بحيث يقوم على إعادة صياغة الاحتياجات. ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلا. قال التلفزيون الحكومي إن أجهزة الطوارئ ما زالت تبحث في عربات محترقة ومحطمة، لكنها لا تعثر سوى على أشلاء الجثث. واعترفت الحكومة اليونانية بنقاط ضعف مزمنة، فيما اعترف مدير المحطة أمام المحكمة بارتكاب خطأ. قال المتحدث باسم الحكومة إن التأخيرات في تحديث سكك الحديد تعود جذورها إلى المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع العام اليوناني خلال عقود من الضعف. اصطدم قطار الركاب الفائق السرعة وعلى متنه أكثر من 300 راكب بقطار شحن قرب مدينة لاريسا في وقت متأخر يوم الثلاثاء. يقبل العراقيون على اقتناء الفخاريات المصنوعة محليا رغم أن الحداثة وفرت بدائل لها. طريقة صناعة تعتمد على المواد الأولية التي كان العراقيون القدماء يعتمدونها في صناعة ما يحتاجون إليه. صلاح الخزاعي. من الطين صنع العراقيون القدماء الأواني والأدوات التي يحتاجون إليها منذ 5000 عام، وبالطريقة ذاتها ما زالت صناعة الفخار المتوارثة قائمة حتى يومنا هذا ولها زبائنها. يعد هذا الصانع الطين على مراحل قبل أن يضعه على هذه الآلة ليجعله جراراً أو سنادين أو فخاريات للزينة. هاي مهنة أجدادي يعني، الحمد لله والشكر أخذناها مو كدراسة، فطرة. هاي هسه عليها نقوشات سومرية، هذا السعفة اللي على مي صالح للشرب، وهاي أمواج الشط ماء عذب جاري، تمام، وهذا الثيل الخضار. أنواع مختلفة من الفخاريات يجري تزيينها بأنواع مختلفة من النقوش تعبر عن هوية الأرض ونوع الاستخدام. أنا أبيع عراق مصغر، عندي طين من العمارة، طين من الحويجة، طين من كركوك، طين من الموصل، طين من السليمانية، أنواع طين. استعملها ليش؟ أول شيء تسرب خافل ما بأملاح، بشوائب، هاي شلون بالمثل يصير بيسكون ويصير بس طعام طيب، يعني انتم كلكم شاربين مي الحب. هذه الحرفة الشاقة التي تحتاج إلى صبر وإتقان لا تخلو من منافسة المنتجات المستوردة. الناس اللي لا أكثر شيء المحلي، خاصة بالفخار الشغل العراقي، تعرف هاي المهنة هي مهنة قديمة، عليها يستحب أكثر من المستورد. المهنة التي تجمع بين التقليدية في الصناعة والحداثة في التزيين يعتز بها العراقيون، إذ يعود تاريخها إلى الحقبة السومرية القديمة التي نقلت حضارتها الألواح الطينية المحفورة بالخط المسماري. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. إلى العناوين. اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يفشل في التوافق على بيان بشأن أوكرانيا، ولقاء سريع بين بلينكن ولافروف للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية.
بوتين يصف هجوم بريانسك بالإرهابي، والأمن الروسي يعلن العثور على مواد متفجرة في المقاطعة بعد تسلل قوات أوكرانية. نؤكد على دعمنا ووقوفنا ومواساتنا للإخوة في سوريا. القيادي في حماس خليل الحية يؤكد من دمشق تضامن الفصائل والشعب الفلسطيني مع سوريا في كارثة الزلزال. ارتفاع حاصلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلا، والسلطات تواصل البحث عن الضحايا. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.